لو سمحت عبي 30. كم عبيت؟ عبيت ب 30 ريال. طيب تعرف الكمية اللي دخلت السيارة ب 30 ولا لا؟ لا والله ما أعرف. لا ما عندي عنه معلومة والله. طيب تعرف الملصق هذا؟ ما أدري والله صراحة. ظاهر للجودة أو ما أدري والله، أنا أول مرة أشوفه. لا والله إني ما أعرفه. لا والله للأمانة أنا أبي 91 بس ما أدري، يعني معتمد على العداد اللي يطلع في التانكي. لا والله ما أعرفه. هذا الملصق من هيئة المواصفات والمقاييس تحميك وتحمي إنه الكمية اللي تنزل لسيارتك صحيحة. والله أول مرة أعرفه بس ممتاز، يعني شغلة جيدة الله يعطيك العافية. أي مكنة فيها هذا الستيكر معناته مشيك عليه؟